تواصل الدولة جهودها وإجراءاتها المكثفة لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد في ظل وصول أعداد المصابين إلى 11228 حالة، فضلا عن تسجيل 592 حالة وفاة حتى الآن، لتسجل مصر تباينا في أرقام الإصابات، حيث سجلت انخفاضا في معدل الإصابات اليومية لليوم الثالث على التوالي بعد أن سجلت ارتفاعا قياسيا في أعداد الإصابات في الأسبوعين الماضيين. وتعمل الدولة جاهدة للحد من الإصابات والوفيات التي قد تنجم عن الحالات الجديدة وتحقيق التوازن بين دوران عجلة الحياة الطبيعية وبين استمرار الإجراءات الاحترازية والتعافي المجتمعي من أثار كورونا والتخلص التدريجي من الآثار النفسية الناجمة عن الأزمة، وأخيرا تفادي التكدس المقترن بأي نوع من الخدمات خاصة التسوق والنقل. وطبقا لوزارة الصحة، فإن أحد أهم تدابير الوقاية الأساسية ضد فيروس كورونا يتمثل في النظافة الشخصية وإجراءات التباعد الاجتماعي، كما ينصح الناس بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وذلك لتقليص فرص التجمعات والازدحام. وفي حال الخروج من المنزل والاتصال بالآخرين ينصح بتجنب المصافحة، وذلك لحماية نفسك وأحبائك من نقل العدوى. عبر الهاتف ينضم إلينا دكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس. أهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا يا استاذ ايمان. بنتكلم هنا عن خطه التعايش والاجراءات المتبعه في خطه التعايش مع فيروس كورونا، مساله الموازنه بين العمل وبين الخروج للضروره وبين ايضا الاجراءات الاحترازيه والالتزام بها. الى اي درجه هي مهمه حضرتك بتشوفها في الفتره القادمه تحديدا؟ وكيف من الممكن ان نحكم على الفتره القادمه اذا بالفعل تم الالتزام بهذه الاجراءات؟ إذا كنا بنفكر فعلا في عمل توازن بين الصحة والاقتصاد، يبقى ضروري جدا إن احنا نلتزم بكل الإجراءات الاحترازية وفي نفس الوقت كل وسائل النظافة، لأنه بالشكل ده نقدر إن احنا نحمي نفسنا من الفيروس وفي نفس الوقت نقدر نقوم ببعض النشاطات اللي ممكن تحقق لنا دخل وتخلينا نرجع لحياة اقتصادية ما فيهاش خسائر زي اللي بيحصل. والحقيقة اتحطت خطة مكونة من ثلاث مراحل، كل مرحلة فيهم بتراعي انه يكون التزام بأساليب الوقاية على أعلى مستوى، لكن علشان ننفذ المرحلة يعني نخرج من مرحلة متشددة إلى مرحلة متوسطة، ضروري جدا انه تبدأ فعلا الأعداد تتناقص، وده يكون على مدى أسبوعين متتاليين. إذا حصل ده إحنا بنقدر نعدي للمرحلة المتوسطة. في المرحلة المتوسطة طبعا بيكون فيها برضو الالتزام بكل أساليب الوقاية والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم أو التواجد في أماكن بأعداد كبيرة بدون ضرورة. طيب، يمكن يعني لو ناقشنا بشكل أكثر مفصل الإجراءات الاحترازية أو الإجراءات اللي لابد من تطبيقها في الفترة القادمة، يعني لو اتكلمنا عن محور كان في أحد الأطباء ذكر لنا فكرة أنه التباعد الاجتماعي يعني ليست جملة دقيقة بالمعنى الكافي، لكن الأدق هو التباعد الجسدي، لأنه ربما يمكن وسائل التواصل الاجتماعي خلت يعني ما يبقاش فيه تباعد اجتماعي بالمعنى الشامل، لكن التباعد الجسدي هنا هو المقصود به في هذه الإجراءات الاحترازية. فكرة أنه ما يكونش في شخص قريب من شخص آخر على مسافة معينة. إزاي حضرتك ممكن تشرح لنا أهمية هذا المحور تحديدا، خصوصا وأنه يعني في أماكن العمل أحيانا بيكون في تجمعات، أيضا في وسائل النقل، وأحيانا في الشوارع أو في الأسواق أيضا بيكون في تجمعات. المقصود بالوقاية طبعا أنه ما يبقاش في تقارب جسدي، لأنه إذا كان في يعني مسافات قليلة بين الناس ده هيدي فرصة لانتقال العدوى عن طريق الرذاذ، وبالتالي لازم الناس تكون في مسافات على الأقل متر كما حددت منظمة الصحة العالمية بعد الدراسات. وده الحقيقة لازم يكون شرط من شروط ان احنا نتحرك في المراحل اللي هي
الاحترازيه اللي احنا بنتكلم عنها، علشان لازم يكون في اعداد قليله من الاصابه والوفيات. المقصود بالتباعد طبعا مش التباعد يعني ان الناس تبعد عن بعضها نفسيا، وانما تتباعد من الناحيه الجسديه، يعني ما يبقاش في ناس قريبين من بعض بشكل غير ضروري، وخاصه في كل الاماكن اللي ممكن يكون فيها زحامات. الا كمان لازم الناس تبدا تلبس الكمامه. صحيح، يمكن الكمامة. كنت اسال حضرتك على الجزئيه المهمه دي، لانه لسه البعض بيسخر من البعض اللي بيلتزم بهذه الامور، يعني ارتداء الكمامه او استخدام المطهرات للتعقيم، لتعقيم كل شيء حواليه او لتعقيم الاماكن المحيطه به. لسه في البعض لديه حاله من السخريه وعدم الالتزام. ما فيش سخريه ولا حاجه، احنا كل الاجراءات اللي بتتم دي فخامه رئيس الجمهوريه في كل كلمه بيقولها بيقول انه صحه المواطن في المقام الاول. كل الاجراءات دي من اجل صحه المواطن. احنا الكلام اللي بيتقال من ناحيه لبس الكمامه والوقايه بغسيل الايدين، الغرض منه هو حمايه هؤلاء الاشخاص الذين اسخروا، يحميهم عشان يحميهم هم شخصيا ويحميوا اهاليهم ويحموا مجتمعاتهم، فان التزموا بيها هيكون في نجاه، انما ان بيلتزموا فهتبقى في فرصه لاعداد كبيره ووفيات كبيره. وفي الحاله دي ما فيش مجال للسخريه، الموضوع جاد يعني. طيب، بما انه حضرتك يعني طبيب وتعلم جيدا الوضع الى اي درجه الوضع واصل في مصر او في دول العالم، يعني بشكل عام وليس بشكل خاص في اي دوله، مساله كيف تقيم مساله اصلا العوده بشكل تدريجي الى الحياه، مساله التعايش، مساله أنه ينبغي على المواطنين الالتزام بكل هذه الإجراءات بجانب العمل وبجانب الخروج للضرورة، إزاي حضرتك أيضا بتشوفها في الدول الأوروبية اللي بدأت بالفعل في تطبيقها؟ إزاي بتشوفها ممكن تكون ناجحة؟ إيه الرهان هنا في نجاح خطة التعايش؟ كل دولة الحقيقة حطت يعني خطة لموضوع التعايش. ومثلا إنجلترا كانت أعلنت عن خطة مكونة من 5 مراحل. كل دولة الحقيقة بتحط الخطة بتاعتها حسب الظروف بتاعتها، الظروف النفسية والظروف الاقتصادية والظروف الصحية بتاعة المجتمع اللي بيعيش فيه، وحتى العادات والتقاليد اللي جواه. والخطة الموضوعة في مصر الحقيقة خطة يعني إلى حد كبير ممتازة، لأن احنا عايزين نقول إنها برضو خطة متدرجة من مراحل، والمراحل بتعني إنه في طول الوقت تقييم للخطة علشان نشوف هل احنا فعلاً نقدر نخش في المرحلة اللي أقل شدة، ولا إحنا مستمرين في نفس المرحلة والفترة. وده اللي هيحصل الحقيقة في الخطة المصرية، لأنه في تقييم المفروض بيتم فيه الأداء والنتائج على حسب كل وقت وكل درجة من درجات الخطة نفسها. والقصد طبعا فيها أنه يكون فيها تدرج علشان فعلا تنفذ الأهداف بتاعتها والمحاور اللي فعلا الخطة موضوع عليها، فنشر الثقافات، ثقافة الكمامة ونشر ثقافة الوعي الصحي، كل ده شرط لأن احنا نعدي من مرحلة لمرحلة. كان في حد بيشتكي من ان هو مش عارف يحقق شغل كويس، لازم هو نفسه وغيره ويحس الناس كمان اللي حواليه على انهم يلتزموا بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية علشان فعلا نقدر نعدي للمراحل اللي بعد كده. طيب دكتور، ايه أبرز النصائح اللي حضرتك تحب توجهها للمشاهدين، سواء بخصوص مسألة التعايش مع فيروس كورونا، أو حتى بخصوص اللي بيتعاملوا مع مرضى أو يعني موجودين في أماكن فيها مرضى، سواء في المستشفيات أو حتى في العزل المنزلي، إزاي ممكن توجه لهم بعض النصائح؟ كل الحقيقه وزاره الصحه حطت قواعد للوقايه في كل مكان. بالنسبه للمنظومه الصحيه في موضوع قواعد الوقايه، بالنسبه لمقدمين الخدمه والالتزام بوسائل الحمايه اللي بيستخدموها عند التعامل مع المرضى. بالنسبه للاشخاص اللي مش بيشتغلوا في المنظومه الصحيه، فعليهم هم كمان الالتزام بكل اساليب الوقايه من غسيل الايدين
عدم التعامل مع الأسطح المشتركة إلا بعد تطهيرها والامتناع عن الزحام والعطس، وثقافة العطس والكحة في مناديل ورقية لازم تكون طبع فينا من هنا ورايح، لأنه مش بس علشان كورونا، ولكن احنا كمان لازم نخلي بالنا من ان كل الامراض التنفسيه او اللي بتيجي عن طريق الهواء ممكن تنتقل بالطريقه دي، وبالتالي اي حد المفروض ان هو بيكح او يعطس لازم بيستخدم منديل خاص، منديل ورقي، ويتخلص منه بشكل آمن. ده الاجراءات الوقائيه، لكن الاحترازيه بقى هي الابتعاد عن كل وسائل أو فرص التزاحم بأي شكل من الأشكال. لازم الدفع الإلكتروني، وإننا نتعامل بالحجز المسبق، إنه يبقى في تعامل مع الإنترنت أكتر، الناس تعمل من خلال المنزل، يبقى في كل معايير ومعايير إلزامية لكل الأماكن اللي بتقدم الخدمات، بإنها تبقى موجودة عندها حمامات وفرص لانه الناس تغسل ايديها وتعقم، ويبقى في تعقيم متكرر طول الوقت. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور اشرف عقبه، رئيس اقسام الباطنه بجامعه عين شمس.